الله نوصلوا الى مستوى وين الصحفي يكون عنده الكرامه الاجتماعيه. ما معنى هذا؟ معنى هذا يكون عنده اجره يقدر يعيش بها ويكون عنده شروط العمل. وفي هذا الطراز طلبنا من اخينا وزير محمد غازي باش يبعث بعض المفتشين باش يشوفوا يعني هل كل صحفيين عندهم عقد عمل، هل كل صحفيين عندهم التغطيه الاجتماعيه. ما نقدرش نطوروا الصحافه بدون تطوير صحفيين. لكن معايا صحفي محترف يعني عنده البطاقه الصحفي المحترف نقدروا نمشوا الى انتخابات مجلس اخلاقيات اللي مكون 100% من الصحافه.